إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الحمد لله. البلاء يقضي به الله سبحانه وتعالى، والمؤمن إذا نزل به البلاء، وقد أشرت في أثناء المحاضرة إلى شيء من هذا، إذا نزل به البلاء فإنه يتذكر أموراً. الأمر الأول أن الذي أنزل البلاء هو الله سبحانه وتعالى، والله حكيم عليم لا يُسأل عما يفعل، وأن الذي نزل به البلاء عبد لله سبحانه وتعالى، كما يتذكر أن الله عز وجل الذي ابتلى بهذا البلاء أنعم ببقية النعم. فإذا حل الموت بحبيب فإن الله هو الذي رزقنا الأحبة، كما يتذكر أن الله عز وجل إنما يبتلي العبد لخيره لمصلحته، وهذه المصلحة تعود إلى ثلاثة أمور: إما تنبيه من غفلة، فكم من عبد غفل عن طاعة الله وأبعد عن باب الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله به بلاء كموت ابن أو حبيب أو قريب فتذكر فرجع إلى الله عز وجل وكان من عباد الله الصالحين. والأمر الثاني أن فيها تكفير السيئات، فلا يزال العبد بالمؤمن والمؤمنة حتى يدعه يسير على الأرض وليست عليه خطيئة. الأمر الثالث أن في الصبر على البلاء رفعة المنزلة في الجنة، فقد يريد الله عز وجل بعبده منزلة في الجنة فلا يبلغها بعمله، فيبتليه ببلايا ويصبره عليها فترتفع منزلته في الجنة. ثم إن من نزلت به مصيبة موت حبيب يحسن الظن بالله، فالمؤمن بنفسه مأمور بأن يحسن الظن بالله عند الموت، وإذا نزل الموت بحبيبه فإنه يحسن الظن بالله ويرجو أن يكون ميته الآن قد بشر، وأنه يقول قدموني قدموني إلى قبري، وأنه يرجى أن يكون من المبشرين المنعمين في قبره، إحساناً للظن بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرحم أموات المسلمين. وينبغي علينا أيها الأحبة أن نتذكر بأمواتنا وأموات المسلمين أن سنموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. فينبغي أن نتذكر أننا سنموت، وهذا الميت قد مات وأحسن إليه أولياؤه وأحسنوا تكفينه وتحنيطه ويصلون عليه، وغدا سنموت نحن، والله أعلم متى نموت. وسنحمل كما حمل الميت ونقدم إلى قبورنا، وعلينا أن نجعل هذه التذكرة سببا لاجتهادنا في الطاعة وسرعة توبتنا من معاصينا، فإن إذا فتشنا في أنفسنا وجدنا أن نقيم على ذنوب،
وكل بني آدم خطأ، ويجعلنا الأمل نؤخر التوبة، نقول غداً أو بعد غد. فإذا تذكرنا الموت وأن سنموت نسارع بالتوبة إلى الله عز وجل والإقلاع عن الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يرحم الميت الذي حُمل إلى هذا المسجد، وأن يغفر له، وأن يجعله من أهل الجنة، وأن يغفر لأموات المسلمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.